أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallah. Auladuhum minallahi shay'a wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna walladhina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu shadidul iqab. Qul lilladhina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ilal jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini taqat fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiru yarawnahum ayyim ra'al wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatirul tara من الذهب والفضة والخيل مسوة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sadaqallah.